الإنجازات الإماراتية في مجال الفضاء انعكست هنا لتصبح دبي أول مدينة عربية تستضيف المؤتمر الدولي للفضاء في دورته 72. نحو 4000 متخصص في مجالات التكنولوجيا وعلوم الفضاء جاءوا من 80 دولة حاملين شعار الإلهام والابتكار والاستكشاف لخدمة البشرية. نعتبر الشرق الأوسط سوقاً ناشئاً لترويج صواريخ الفضاء التي نصنعها، ونريد المساهمة في برامج الفضاء الموجودة في المنطقة. ويعد المؤتمر الدولي الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفضاء أكبر تجمع لقطاع الفضاء على مستوى العالم منذ عام 1950، وسيكون ذلك بمثابة دفعة جديدة للمزيد من دول منطقة الشرق الأوسط للتعاون مع الشركاء الدوليين ووضع بذرة جيل جديد من العلماء ورواد الفضاء الشباب. المؤتمر هذا يعتبر أكبر مؤتمر في قطاع الفضاء، يعتبر فرصة كبيرة للتعاون الدولي في مهمات استكشاف الفضاء. مهمات استكشاف الفضاء مهمات صعبة، ونحن على يقين وإيمان أنه ما بتستوي إلا بالتعاون وتبادل الخبرات بين كافة منظمات وكافة وكالات الفضاء والشركات. ويستمر المؤتمر لمدة 5 أيام، وتتخلله فعاليات علمية ومناقشات لما يقرب من 3000 ورقة بحثية. رواد فضاء وعلماء وباحثون سيناقشون في دبي خلال 5 أيام مستقبل البشرية نحو الفضاء الواسع، وذلك من خلال المؤتمر الدولي للفضاء في دورته 72. كريم ناصر، سكاي نيوز عربية، دبي.